من استطلاع رأي الشارع أجرته رصد التونسية. نشوفوا بعض آراء التونسية. يلا والله هكاك مش نشوف احنا ما مش يحطوا فهمتي قيس سعيد يحطوا ناس أخرى اللي فهمتي لا معناها يكون فيه كفاءة فهمتي باش يمشي البلاد ننتخبوا فهمتي. هذاك الرأي هذاك كل إنسان عنده رأي ما نجمش نقول لك أنا قيس سعيد ولا إنسان آخر. هذاك هاني قلت لك اللي احنا تو انتخبنا مثلا انتخبنا رئيس والبلاد مثلا ما مشاتش بلاد معناها تعبة يولي الواحد يعود ينتخب إنسان آخر باش نشوفه فهمتي يمشيش البلاد وكذا واحد فهمتي. أنا ما انتخبت حتى رئيس الحرقان يقول لك أنا الموت يدخل لك أنا في البحر معناها صغارنا كلها حرقت وهجت منها. علاش هجت صغارنا؟ علاش احنا ولادنا هجت؟ هجوم الدمار والعذاب. بالنسبة لي أنا قد ما عشت في تونس والعام هذا مريتوش لا فما زيت لا فما سميت لا فما تول ما حبيت تقطع علينا معناها مالينا حتى شيء. كيلو الفلفل وصل 3600 البارح كيلو الفلفل 3600 شنو هالباهي في تونس؟ قسما بالله قسما بالله مره عمره نشرو حارتين عظم ومره حار عظم فهمت؟ اعرف شهاره معناها حتى اللي يجي شهر باش انا نلزق التفتوفه زاده ها؟ اللي هو توا خلاص بزوز ملايين وما يعملوا له شيء وبالرسمي راه نحكي لك انا مرا ونعرف كيفاش نصرف ونوري كيفاش. انت تصور في بالك نهار لحد احنا الغله ما نروهاش نروح بعينينا في السوق. انت تصور في بالك الخوخ 3000 و4000 توا دلاف 1200 الكيلو منين تجيب انت كي تطلع لك دلاع ب 10 ولا ب 15 ولا ب 12 بالرسمي راه ضعنا بالرسمي ضعنا رانا ضعنا غير الشعب هاكا ساكت وكا هو مسكين ولا خايف فهمت الشعب ولا خايف على روح بلاد تعبه. يقول الوالد بلاد تعبه. هو نتذكر في العشريه هذيك كانت الناس تبكي على الفلفل الحار وعلى السلاطه مش تو في الليالي. يا استاذ خلود الفلفل الحار 3600 تحكي تو وقت الفلفل الشمسي. التونسي ما يحبوش حار التونسي، التونسي يحبوه لايت. يحبوه هكا هذاك علاش نحوا عليه الفلفل الحار. معذره. مشكل في الزيت. فلفل سميد فرينه خميره والصعود الشاحق والماشيين تو احنا. بابا عزيزي في الماشيين ديما نفس السؤال حتى نجمع. هي الناس تعبة صحيح الناس تعبة وتعبة بدرجة كبيرة راهو يعني إذا كان نخرج ونشوف العبيد كيفاش قاعدة تعيش شيء يوجع القلب وشيء أسف. ناس ماش خلطة على الغلة ماش خلطة على الخضرة الأبسط شيء يعني كما قلت لك هي كيلو الفلفل ب 3600 الخوخ ما بين 5000 و6000 الكرموس ب 7000 وب 8000 دونك حتى العبد اللي باش يمشي يشري يعني العادي الانسان البسيط المواطن العادي البسيط ما عادش ينجم يخلط حتى على كعبه غال. وين ماشيين؟ ماشيين قداش من مره نقول لك الطياره هبطت الطياره تو باش تترشق باش تنفجر على خاطر العبيد قاعده من داخل ما باليد حيله وخاصه اذا كان كملنا في الفتره القادمه باش يتم انقطاع حتى على الكهرباء وباش نمشيو المستشفيات وباش نلقاو عباد قاعده تموت من جراء اقتطاع الكهرباء، ناس قاعده تموت خاطر ما فماش دويات نتاع شيميو ودويات نتاع سكر وامراض مزمنه. يعني ما عندنا حتى وجه ازمه الادويه موجوده كبيره يا استاذه خلود. ازمه كبيره في تونس، ازمه نتاع ادويه كبيره وازمه نتاع ارتفاع نتاع 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 الاسعار. اذا كان انا باغ اكزومبل خديت ناخذ دواء الشهر هذايا الشهر اللي بعده نمشي نلقاه بازيد سومو وسي غاغ انك باش حتى باش تلقاه ينجم يقول لك راهو ما عنديش لازمك تعمل دوره كبيره للي فارماسي باش تلقى الدواء هذاك موجود وكان باش تاخذه بالمعارف نقولها كان تعرفوا الفارماسيان يمدها لك كان ما تعرفوش يقول لك راهو ما عنديش. فبالتالي قاعدين نعيشوا حتى اللي عنده فلوسه ما بفلوسه ما عادش ينجم يمشي يشري وما يلقاش المتطلبات نتاعو. فبالتالي قاعدين نعيشوا في أسوأ واصعب ايام تونس واللي جاي وكررها اصعب بكثير. اذا كان سنه 2023
كانت هكا وبانتظار. يعني اليوم فما عطلة متاع مجلس النواب. مجلس النواب كان ينجم هذايا جديد يحكي لنا قانون المالية التكميلي كيفاش باش يتم اصداره، ما هو عندهم هما ولا لا؟ نعم. هذا اللي يقول اذا قانون المالية متاع 2024 اللي من المفروض يتم التفاوض عليها قبل شهر اكتوبر، فما نائب متاع شعب يصحح لي من ناحية القانونية. قاعدين يعرفوا التمويلات منين باش يجيبوها؟ لا، البنوك اللي قاعده تعاني من شح في السيوله على خاطر الاقتراض والتدين الداخلي اللي عامين كاملين اقتراض مشط. يعني البنوك اليوم كي تمشي فما مبلغ محدد ومعين باش يعطيهولك، وباش تكون الازمه اكثر اكبر اكثر فاكثر في الفتره القادمه. كيف سيتم دفع ديون تونس؟ كيف سيتم توفير مواردها الاساسيه والاوليه؟ بالنسبة لمشكل القمح خاصة بعد الاتفاقية الأخيرة اللي صارت بين روسيا وخروج روسيا من الاتفاقية الأخيرة، تونس كيفاش باش تتزود تزويد القمح وخاصة أنه المزود الأساسي هي أوكرانيا؟ وحتى كان باش تغير الوجهة نتاعك، عندك فلوس باش تمشي تجيب من عندهم ولا ما عندكش؟ ما عندكش. فبالتالي يا إما ترجع القرارات هذية، يا إما باش تصير كارثة اجتماعية كبيرة راي في تونس وثورة متاع جوع. راهو جوع، نحكي لك على المواطن كيف في جوع، شنو ما تنجم تتصور منه.